اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير والمعد النفسي للكثير من الفرق الرياضيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. يمكن الكلام كله دلوقتي عن الدوره الاولمبيه ونتائجها، طبعا الكلام ده مال الميديا كلها، ولكن احنا هنخش في حته الحقيقه يمكن مش كتير دخلوا فيها، اللي هو اعداد البطل والاعداد النفسي، وازاي تتوسم نفسيا في هذا البطل انه ممكن يكون في الايام لاعب محترف او بطل اولمبي، واكيد في اعمده للشخصيه المحترفه او البطله. ايه الموضوع ده؟ هقول اول طبعا كل مدرب من مدربين القطاعات الناشئين، انت دورك مهم قوي في صناعه المحترف. المحترف يصنع، على فكره كلمه موهوب يبقى محترف دي لا، موهوب يبقى حريف لكن يعني مش محترف. يعني فرق كبير قوي 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 قوي، يعني فرق كبير جدا. عندنا حريفه كتير بس المحترفين قليلين. شغلانه المحترف بقى دي اللي بيشتغلها المدرب، ازاي تحوله من حريف الى محترف. ازاي يا دكتور؟ اولا احنا قيمه الوعي الذاتي للولد وهو صغير، ان انا ابقى مدرك او انا بفكر ازاي، بتصرف ازاي، انا بعمل دي ليه. يعني ايه الوعي الذاتي؟ لا عايزين نوضح للمشاهدين الاورنس ده اللي هو بيكلمك على يعني ايه مثلا الواقع بتاعي ويعني ايه الموقع. الواقع ده بالمناسبه انا طبعا مدير فني الفولي بول في انديه كتير طبعا، طبعا جوه مصر وبره مصر. فهقول لك مثلا يعني ايه واقع، يعني ايه موقع. افتكر انا في منتخب الناشئين فدايما يمشوني ان انا قصير، اروح البيت. مجموعه بقى اول حركه طارق فريد، ايمن فخر الدين، عصام معوض، احمد عسقلاني، كل دول كده اروح المنتخب معاهم، بس امشي على طول. تمام، بنمشي ليه؟ عشان قصير. فاروح البيت بفضل قاعد وانا قصير، طب اعمل ايه صحيح؟ جنبي عالي ماشي، طب وبعدين؟ قصير برضه في الاخر. ده اسمه الواقع. لازم المدرب يقول للاعيب بتاعه ان الواقع ده كل ما لا يمكن تغييره هنركنه على جنب. حلو. خلاص مش في ايدي. حلو. الموقع بقى بتاع اللاعب هو كل ما يمكن تغييره. يبقى انا اول حاجه على طول هيبقى عندي سيلف اويرنس كويس. اللعيبه بتاعتي اقسم له ورقه كده اقول ايه الحاجات دي هنشتغل عليها لان ممكن قوي تحسن ادائك، والحاجات دي كده انساها خالص، بنسميها مربع المفقود. ده المفروض يعمله للاعب وهو صغير مدربه بدري جدا، بدري عشان اللعيب ما يفضلش يهري نفسه في حاجه مش بتاعته، مش عارف يعملها، وده مجهوده في حاجه مش هيجيب منها نتيجه. جول كيبر كويس قوي قوي بس قصير، هيفضل جول كيبر كويس امتى؟ مراحل ال 15 17 ده، اول ما يطلع فوق خلاص متشكرين. يبقى في ده الواقع، وده الواقع بتاعه، مش عارف يطول، واخد بال سعادتك؟ مستوى السرعه بتاعه، الالياف العضليه بتاعته، بيضه ولا حمر، دي مهمه جدا. يعني انا هطور مستوى السرعه بتاعك، هل تبقى زي محمد صلاح؟ لا لا، محمد صلاح ليفه عضليه حمراء بالظبط كده، ليفه عضليه تشتغل بيضه، يعني هتشتغل بقى هي اللي هتشتغل على الجزء ده، لكن في واحد تاني ما يقدرش. عشان كده بقول ايه، شغل المدرب في المنطقه دي هيفرق كتير قوي مع اللعيب، ما يموتش. طيب احنا بنتكلم على حاجه اللي ممكن يغيرها. اللاعب، انا كمدرب هحطه اقول له بص يا ابني انت لاعب مثلا قصير، طب هو عايز يبقى لاعب كويس، في امور تانية ممكن يشتغل نفسه فيها. بالظبط. طيب الامور اللي بيشتغل نفسه فيها دي، هل كافيه ان ممكن تخلي اللاعب ده بالرغم من الواقع بتاعه صعب ممكن يتحط في مصاف اللعيبه الكبار في لعبات كتيره؟ ممكن، يعني مثلا الفولي دلوقتي بقى فيه ليبرو موجود، نقدر ليبرو قصير بس لعيب ملوش حل. في الهاندبول في صانع الالعاب، في الباسكت برضو كده، اذا في مناطق في الملعب ممكن. النهارده بتفرج على عمار حمدي في ماتش، اولا مبروك طبعا منتخب مصر، طبعا حاجه عظيمه جدا جدا جدا. عمار حمدي جسمه قليل قوي، ومع ذلك شوف بقى العمل ايه، والولد العرض النهارده، والولد بتاع استراليا ارزاني ده لما نزل قلب الدنيا رغم انه جسمه قليل جدا. فهنا بنتكلم ده الموقع بقى بتاعه، الموقع اللي هو كل ما يمكن تطويره.